ثلاث شهور الجو اتدمر. مكان فين؟ الزيتون. السلام عليكم اخوات وحبايب متابعين قناه العالمي. طبعا زي ما اتعودنا قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. مش هتقل اقول عشان ما نبقى في معاهم. النهارده فيديو جميل، فيديو محترم بيع وشيلك لف في سوق الجمعه باسعار كويسه وسعر حنينه، بكلب متطعم مش متطعم، ليه شهاده تطعيم ملهوش، ليه البيانات بتاعته كتير قوي بيبعتولي او واحد مخصص مثلا او ناس بتبعت لي. الكلاب بتبقى اسعارها غاليه في السوق، الكلاب اسعارها غاليه في السوق مش عارف ايه. والله يا جدعان الاسعار دي كلها بتنزل، يعني ما حدش مثلا يقول لك مثلا الكلب ده مثلا ب 10000 جنيه ب 5000 جنيه ب 1000 جنيه هو كلام الراجل ده مصدق. لا كل الاسعار دي بتنزل، بس البيع والشراء في شطاره، هو عاوز يكسب وانت عاوز تشتري، فاللي هيشتري ساعه الفلوس بيحلك كلام. يعني مثلا لو كلب ب 5000 جنيه وهو يستهبل بما يرضي الله 2000 جنيه هشتريه ب 2000 جنيه مش هشتريه ب 5000 جنيه. فحط في نفسك المعلومه ديت، ما حدش هيضحك عليك ولا حد هيضحك عليه، البيع والشراء ما فيهوش كلام، يعني انت فاهمني ساعه الفصال بيحلى. عشان ما اطولش عليكم، انا بشكر كل اخت وكل اخت عندي على القناه بيتابعوني ويقولوا حلو فيها وايه الوحش، ما بزعلش ولا لما حد يقول لي حاجه وحشه، ده شيء بيفرحني بردك. زي ما اتعودنا لو انت اول مره تخش على القناه ما تنساش تشترك لي فيها، لو عجبك الفيديو علامه لايك واشتراك وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. ورب الفيديو يعجبكم، لو في حد عنده اي فكره مثلا في خصوص القناه او حد مثلا عاوز اي حاجه تحت امره في اي حاجه يا رب الفيديو يعجبكم. استنى التعليق بتاعك، نكمل مع بعضينا. عمرك ايه تغدى؟ سنة وثلاث شهور، جوز كم مرة؟ مرة، عامل كام؟ 4000 فايدة ها؟ في كرسي ده عمرك ايه؟ عنده سنة ده كلب. سنة. ده عامل كام ده يا صبري؟ مشينا 5000. نتادي اكتين براتي عمرك ايه؟ سنة وشهر ما اتجوزت لسه ها؟ وصيتك ديت؟ بتطعم بس عشان التطعيم بتاعك ما فيش وقت ها؟ عامل كام؟ عامل كام؟ 5000؟ فايدة ولا في كلام تاني؟ اخر 4.5. كم رقم التليفون؟ 011 488 58 4 52. دار السلام ها حبيبي.
ده عمره قد ايه الدغر ده؟ 8 شهور. 8 شهور ما شاء الله. واخد تطعيماته وحاجته ولا؟ الدفتر بتاعه موجود. ده عامل كام؟ 4000. فايد ولا في كلام تاني؟ كام رقم التليفون؟ 031 824 13 77. المكان فين؟ معادي حبيبي احسن ناس شارع تسلا. ده عمره قد ايه ده تامر؟ عمره قد ايه؟ سنه ونص. اتجوز كام مره؟ ده عامل كام؟ 12. فايده ولا؟ فايده في باريس. كام رقم التليفون يا تامر؟ 11 15 30 25 48. حبيبي علامة. عارف ده عمره قد ايه ده يا سامي؟ 17 شهر. اتجوز كام مره؟ مرتين. واخد تطعيماته وحاجته؟ دفتره موجود؟ الله اكبر عليه. ده عامل كام؟ 8000. فايدة ولا؟ فيها سن. كم رقم التليفون؟ 03 وحيد 00 92 564. حبيبي يا سامي. ده عمره قد ايه الدغر ده؟ سنتين. اتجوز كم مرة؟ ما اتجوزش خالص؟ واخد تطعيماته وحاجته ولا؟ الدفتر بتاعه موجود؟ موجود. ده عامل كام؟ 2500. فايده ولا في كلام تاني؟ النتايج هبقى عمرها قد ايه؟ نفس العمر. خلفت قبل كده ولا؟ خلفت قبل كده ولا؟ ولا جوزت ولا النتايج ولا الدكتور؟ ده عامله كام؟ نفس السعر. كام رقم التليفون؟ 0 100 12 60 365. مكان فين؟ الزتور. حبيبي احسن ناس. ماشي عالمي. ده نوعه ايه؟ بس ما فايد. عمره قد ايه؟ سنه ونص. جوز كم مره؟ جوز جوزتين. واخد واخد تطعيماته وحاجته ولا؟ بس الدفتر ضايع مني، معايا منه صوره. يعني الدفتر ضايع معاك منه؟ معايا منه صوره. معاك صوره. ده عامل كام؟ بتكلم في 3000. 3000. فايده ولا في كلام تاني؟ يعني اللي يجي ينفذ في كلام تاني. في كلام تاني. كام رقم التليفون؟ 010 1 77 4 6 8 2 3 8 2 3. المكان فين؟ في امبابة مش ارض الحداد. امبابة ارض الحداد. حبيبي علامي احسن ناس. تسلم علامي.